من النهارده تقدر تقول ان احنا دخلنا في الجد وجد الجد كمان. يعني طبعا المباراه الاولى طبعا كنا منتظرين اداء احسن من كده بالتاكيد، ده ما فيش شك، وفي كل مباراه هيدخلها النادي الاهلي منتظرين اعلى اداء بصرف النظر عن المنافس وبصرف النظر عن البطوله، ده شيء يعني بديهي عشان ما نتكلمش فيه عشان الناس ما تخشش تعلق وتقول مسكنات ومبررات والى اخره. لكن من المباراه اللي جايه كتير من الظروف اللي اتكلم عليها حتى مستر موسيماني مش موجوده، مباراه على ارضك وامام فريق مع كامل الاحترام والتقدير يعني لكل فرق افريقيا ما هوش منافس ابدا للنادي الاهلي، ولا يصح باي حال من الاحوال ان هو يدخل معاك في مباراه متكافئه، وبالتالي حتى وان كان غايب عنك فرقه كامله. اعتقد انه الغيابات واحد من الملفات اللي هنطرحها على حضراتكم، برنامج استعداد الاهلي لمواجهه الحرس الوطني، ومن بعده على طول انت داخل في المعمعه، داخل في الاسماعيلي وبعد كده بنك اهلي وبعد كده زمالك، يعني دخلت خلاص في عمق الموسم نفسه، يعني مش هقول في بدايات الموسم. خلينا نروح لزميلنا فاروق صلاح نطمن على فرقتنا ونطمن على ملف الاصابات والغيابات ونطمن على برنامج استعداد الاهلي لمباراه السبت القادم امام الحرس الوطني. فاروق مساء الخير. كل التحيه ليك زميلي العزيز احمد سمير، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا انا عايز اخد من كلامك، دخلنا في مرحله صعبه جدا، مرحله الجد، خلاص امور الفتره القادمه طبعا مباراه العوده امام الحرس الوطني في دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا، البطوله اللي الاهلي بيحمل نسختها وهي لقبها في اخر نسختين، وايضا بطوله الدوري العام والانطلاق امام فريق الاسماعيلي، مرحله صعبه جدا ومرحله مهمه جدا. لذلك زميلي احمد النهارده التدريب مختلف، الروح المعنويه عند اللاعبين مختلفه، شايفين النهارده يعني امور كتير جدا مختلفه من اللاعبين. النهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب كان حريص ان هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي انه حريص ان هو اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا للترتيبات لي الخاصه بالفتره القادمه، وايضا اطمئنان على حاله الفريق استعدادا لمواجهه فريق الحرس الوطني في مباراه الاياب لدور ال 32، ايضا اجتمع مع مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني. الدور الكبير جدا اللي دايما الكابتن الخطيب بيلعبه مع اللاعبين في كل وقت مع الجهاز الفني في كل وقت قريب جدا مع الفريق. ثم انطلق يعني قبل المران كان مستر بيتسو موسيماني عقد محاضره فنيه مع اللاعبين، طبعا اتكلم على ايجابيات وسلبيات مباراه الحرس الوطني والاخطاء اللي وقع فيها فريق النادي الاهلي. طبعا زي ما انت قلت زميلي العزيز، مباراه تبقى مباراه العوده مختلفه في جو تاني في ملعب تاني، كل الظروف ان شاء الله مهيئه للاعيبه النادي الاهلي ان هم يقدموا مباراه اقدر اقول نقول من خلالك يصالحوا بها جماهير النادي الاهلي، لان ده العهد اللي اتعهد عليه اللاعبين يعني عقب مباراه الذهاب. اللعيبه لامت بعض، عايز اقول لك ان كان في تاثر من اللاعبين على نتيجه مباراه الذهاب، لكن اللعيبه تعهدت دور الكباتن الكبار في النادي الاهلي ايمن اشرف ووليد سليمان ورامي ربيعه اللي كانوا موجودين معانا في مباراه الذهاب، حريصين ان هم يتكلموا مع اللاعبين ويلموا اللاعبين، لان الفتره القادمه والفتره المقبله فتره مهمه جدا. عقب المحاضره الفنيه مستر بيتسو موسيماني كان في يعني بعض الجوانب التدريبيه للفريق او النواحي البدنيه في الجيم مع كابيلو مخطط الاحمال، ثم انطلق المران. طبعا عندنا ملف كبير جدا زميلي احمد هو ملف الاصابات، وانت اكيد انت عايز تطمن من خلالنا ومن خلال قناه النادي الاهلي طبعا على ملف الاصابات، الجميع دايما بتطمن من خلالنا من خلال قناه النادي الاهلي. خلينا نتكلم على صلاح محسن، يعني صلاح محسن يعني كان كلامنا مع الدكتور احمد ابو عبله ان هو بدايه الشعور باجهاد في المشطيه الخامسه للقدم، وبالتالي يعني عمل له كافه الاشاعات، ده كان شعور يعني حس بيها صلاح محسن قبل سفر الفريق الى النيجر، وبالتالي فضل الفريق او الجهاز الطبي ان هو يريحه لحين العوده من النيجر. طبعا اتعمل كافه الاشاعات والامور الطبيه يعني تمت على افضل وجه لصلاح محسن، وزي ما قلنا ان هو بدايه شرخ اجهادي في المشطيه الخامسه للقدم. فتره العلاج بالكثير هتبقى 3 اسابيع زي ما صرح لنا الدكتور احمد ابو عبله، قال احنا خلاص بدانا في البرنامج التاهيلي لصلاح محسن، موضوع لبرنامج تاهيلي 3 اسابيع ان شاء الله يكون موجود في ارض الملعب. محمد الشناوي ايضا بيسير بخطى اكثر من رائعه في البرنامج التاهيلي، في استجابه كبيره جدا ان شاء الله لمحمد الشناوي في البرنامج التاهيلي، الموضوع لمحمد الشناوي. ايضا حسين الشحات النهارده اللي كانت يعني امر مهم جدا وحاجه من الاخبار السعيده ان حسين الشحات النهارده نزل وشارك في المران، اطمنا من خلال الدكتور احمد ابو عبله قال لي من الناحيه الطبيه خلاص انا بالنسبه لي احمد حسين الشحات بقى موجود، يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني، طبعا هيخضع للرؤيه الفنيه لمستر بيتسو موسيماني لوجوده في مباراه الحرس الوطني. تمام. ايضا النهارده محمد مجدي قفشه يعني عريسنا وعريس النادي الاهلي بنبارك له طبعا من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، كان موجود النهارده بيشارك في المران بفورمه مختلفه جدا، يعني واحد من العناصر ان شاء الله اللي هتكون موجوده معانا في المباراه باذن الله. تقدر تقول ان الحاله المعنويه عند الكل، سواء اللعيبه اللي هتبقى موجوده معانا في مباراه الحرس الوطني او اللعيبه اللي ان شاء الله تبدا معانا مشوار الدوري امام الاسماعيلي. خلينا